هسه تجين، لا تخليني أصير عصبي. منتظر، مو قلت لك أمي مريضة ولازم أكون يمها. تجين يعني تجين. صدوق كذب، ما عندك رحمة؟ ما عندي رحمة. تقولين عليه ما عندك رحمة. لا أصدق إذا ما جيتي. يعني شو تسوي؟ إلا طليش. شنو؟ ما طول قلتها وما خجلت من حكيتها. روح شو تسوي سوي. هسه ارتاحيت؟ أدري ما فكرت بالجهال، ما فكرت وين يرحون. مهند أنا صحيح تأذيت، بس هي استفزتني. منتظر استفزتك شنو؟ يعني ما فكرت بالعشرة، ما فكرت في اليوم واقفت لك. أدري مو كنت تسولف لي تقول لي باعت الذهب على مود تشتري سيارة وتشتغل بيها. هذا كله راح؟ كفى مهند لا تأذيني زايد. منتظر بس فهمني، أنت شلون طلقت؟ مين جبت شهود؟ تعرف اصول الطلاق شنو؟ رحت جبت منه انا من السوق، جبت صاحبي هذا قاسم وهذا الولد حسين زويدان، اخذتهم للمحكمه وكملت. حسين زويدان شنو؟ طلاقك باطل. شلون؟ امشي خل نروح السيد حسام نفتيه. امشي. هذا الطلاق باطل. صدق سيد؟ شلون؟ ابو مهدي استاذ مهند، الطلاق الشريعة تشترط به والإسلام يشترط به مجموعة من الشروط. من ضمن هذه الشروط أولاً لازم يكون بالطلاق شهود شاهدان عادلان، والعدالة هنا بمعنى أنه هذا الشاهد يكون أنا عرفه ومتيقن من عنده بأنه لا يرتكب حرام ولا يترك واجب، فكون دول الشهود الثنين اللي أجيبهم في حالة الطلاق يكون لازم تتوفر بهم هذه القضية، وهو عدم ارتكاب الحرام وعدم ترك الواجب. شروط من ضمن الشروط الأخرى التي يجب أن تتوفر في الطلاق أنه أن تكون المرأة في طهر، وهذا الطهر يكون زوجها ما متقرب لها في هذا، يعني بعد ما طهرت من الحيض ما تقرب لها طلقها، هنا يصح الطلاق. أما إذا كان في طهر وهو متقرب لها فما يصح الطلاق. كذلك لازم تكون المرأة مو حائض، طاهرة من الحيض. فبهذه الشروط إذا تحققت هذه الشروط يتحقق الطلاق، وأكو مجموعة من الشروط الأخرى. فأنت إذا ما تحرز عدالة الشهود اللي جبتهم بالطلاق فطلاقك مو صحيح، وهذه المرأة هي زوجتك. هسه راح تسألني تقولي ليش هالقيود هاي؟ لأن بهذه القيود الإسلام أراد أن يحافظ على الأسرة، لأن الأسرة هي التي تشكل المجتمع، فإذا كانت الأسرة قوية متماسكة غير متشتتة كان المجتمع قوي. فأخويا هاي تعتبر زوجتك المرأة، وماكو هذا الطلاق أبدا مو صحيح. أنا أشكرك سيدنا، زحمناك رحم الله والديك، جزيل الشكر. حبيبي مهند أنا زحمتك وأشكرك ورحم الله والديك وما قصرت. أنا هسه راح أروح أتصل على المرأة وأعتذر من عندها. عاشت إيدك، هو هذا الشيء اللي أريده، تتصل وباشر عشان يومكم أنا والأهل إن شاء الله كل الأهل. هاي عصبيتك بطلها إن شاء الله، هاي نتيجتها إن شاء الله. صار لك أسبوع شفت حالك، رحم الله والديك، ربي يوفقك، الله وياك.